السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. من أمام هذه السدة ومجسم لسدة المقلة نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج الميدان في عامه الثاني. أهلا بكم إلى فقرات عديدة ومتجددة في الميدان. أهلا بكم، نلقاكم في كل الميادين المختلفة مع حلقة نسعد فيها من خلال تواجدكم أينما كنتم ومشاهداتكم، ولكل مشاهدينا أينما كانوا حياكم الله في فقرة الميدان لهذه الحلقة. أهلا بكم إلى سؤالنا الديني لهذه الحلقة، والسؤال يقول: ما هو الفرق بين الصحابي والتابعي؟ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. رمضان كريم. أهلا وعليك. أمسية رمضانية جميلة اليوم في المساكن هنا. نعم. طيب أنت من إيش، من حي؟ من حي الصديق نفسه. حي الصديق في المساكن. نعم. طيب سؤال أيضا، الآن الكل خرج الآن من صلاة التراويح معنا معلومات دينية. طيب. سؤالنا الديني أيضا في نفس هذه الحلقة يقول، بس نركز، سؤال ديني على 10,000. طيب. تابع البرنامج. نعم. أكيد. طيب. أجب، من ما الفرق بين الصحابي والتابعي؟ الصحابي اللي عاش مع فترة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعي ما تبعهم من كيف لا من الصحابة. من أبناء الصحابة. ضروري يكون من أبناء الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن تابعيهم إلى يوم بإحسان إلى يوم الدين. بس إيش الفرق بين لما نقول هذا صحابي وهذا تابعي؟ في فرق، في تعايش. الصحابي قلت لك من صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام. أيوة. في فتره حياه الرسول عليه الصلاه والسلام. حلو. والتابعي ما بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني التابعي ما جاء وقت حياه الرسول؟ لا، ما جاء وقت حياه الرسول التابعي. متاكد؟ والله متاكد، والله يعلم. لا، في تعريف ادق. الصحابي اللي عاش مع ايام الرسول. ايوه. والتابعي اللي عباد الرسول. كيف بعد الرسول؟ كيف بعد الرسول؟ اللي عباد الرسول. ايه، في اللي عباد الرسول يعني. من قبل ما فهمت. يعني صحابي عاش ايام الرسول وصحابي عاش بعد ما مات الرسول. لا، عباد الرسول. كيف بعد؟ ما هو عباد ايش اللهم صل الله، ما قبل الله، ما قبل الرسول، يعني قبل بعثه الرسول قصدك. ايوه ايوه. لا، الصحابي هو الذي ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم ووافق مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وافق؟ يعني عاش النبي. ايوه. والتابعي؟ التابع اللي لم يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف لم يحضر؟ يعني ما عاش مع النبي. طيب، لكن عاش بعد موته ولا عاش؟ عاش مع الصحابة، بعد الصحابة، يعني معان بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التابعي عاش بعد موت النبي؟ بعد موت النبي. نعم. يعني ما يكون صحابي عاش أيام النبي يسمى أو التابعي؟ التابعي لا، إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم يكون صاحبه لأنه رافقه. لحظة، تعال، أنت قلت كيف وقلت تعال، كيف صاحبه؟ من هو الصحابي؟ لا، إيش تعرف دقيق؟ صاحبه اللي عاش معي. الصحابي من؟ الصحابي اللي صدق الرسول، اللي صدق الرسول عاش معه، صاحبه. طيب التابعي؟ التابعي هذا من بعده. كيف من بعده؟ من بعده يعني بعد يمكن بعد وفاة الرسول اللهم صل عليه. عاش بعده. كيف عاش؟ يعني تابعه. كيف تابعه؟ يعني تعرف دقيق. التابعي هاي واضح. التابعي بعد ما مات النبي هو ده ولد تابعي. بعد ما مات النبي. بعد ما مات النبي هذا يقولوا للتابعي، والصحابي يعني شاهد النبي. يعني ما يكون تابعي عاش والرسول يعيش؟ لا، هذا يقولوا لأصحابي الذي صاحب النبي. صاحب النبي صحابي، لكن إيش التابعي؟ تعرف للتابعي. التابعي اللي بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقولوا للتابعي. الصحابي يقول أهل العلم أن من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياة النبي وتلقى ولو حتى جلسة واحدة سواء كان في الصغير كبير هذا هو الصحابي. يعني جالس النبي ولو حتى صغيرا حتى طفل يعتبر صحابي. يعني هذا الصحابي من جالس النبي، ممتاز، أو صاحب النبي. لكن من التابعي؟ التابعي يقولون من أخذ عن الصحابي تلقيا كاملا، أخذ العلم وانتفع منه واستفاد منه. مش التابعي اللي جاء بعد ما مات الرسول؟ لا، هذا يعني قد يكون هذا التابعي سمى تابعي من جاء بعد وفاة الرسول، لكن حقيقته أن يكون من تلقى عن الصحابة. بربما يكون عاش أيام النبي لكنه ما صاحب النبي. أيوة، المهم أنه تلقى عن أحد من الصحابة ولم يتلقى عن النبي، أخذ كامل. يقولون تلقي كامل، هذا هو هذا هو الجواب الصحيح والجواب النموذجي. الفرق بين الصحابي والتابعي هكذا. البعض يقول الإجابات الشائعة تقول أن من عاش بعد النبي هو تابعي ومن عاش أيام النبي صحابي. لا، الصحابي هو من صحب الرسول في حياته، جلس معه، تلقى منه العلم.
فقد يكون أحد الصحابة عاش وأيام النبي موجود لكنه ما تلقى العلم من النبي أو ما أسلم، وبالتالي هذا يسمى تابعي وليس صحابي. إذا ما جالس النبي، إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم جالسه، أيوة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى طفل منهم من طعامهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. ولكن التابعي هو من تلقى العلم أو الدين عن صحاب أو التابعي عن صحابة الرسول. فالنجاشي مثلا تابعي ليس صحابي. النجاشي عاش أيام النبي وصدق النبي لكنه لم يجالس النبي ولم يصحبه، وبالتالي النجاشي تابعي وليس صحابي. وإجابة صحيحة من الأستاذ أحمد حسن الجفري. الحبيب أحمد حسن الجفري. الحبيب أحمد حسن الجفري في حي السلام، هنا من حي السلام ولا اليوم زيارة؟ حياكم الله. حي السلام. حي السلام. وألف مبروك عليك، 10,000 ريال من شركة بترو مسيلة. اسمع له تحية جمهور. جزاكم الله خير. كم ضام قاسم أخواتي مبارك إن شاء الله. باقي أيضا لك هذه الهدية، هذه هدية أيضا من شركة بترو مسيلة الراعي لبرنامجنا. وكل عام وانتم بخير. جزاكم الله خير. كل عام وانتم بخير، واخذ الله بيدكم ووفقكم ان شاء الله. حياكم العام وانتم بخير. حياكم. اهلا بكم مشاهدينا الى سؤال هذه الحلقه وسؤالنا في الموسوعه الشعبيه نطرحه عليكم من هنا. والسؤال يقول اجدادنا في الامثال الشعبيه دواء العين النوم ودواء الشواء كلمة بسيطة. نبحث في إجابة لإجابة عن هذا السؤال. نتابع معانا سؤال بسيط في إطار موسوعتنا هذه الشعبية، أمثال الأجداد كانوا يأتوا بأمثال، ومن الأمثال يقولوا دواء المثل. في معانا أيضا مثل شعبي يقول دواء العين النوم ودواء الشواء حاجة ثانية، إيش هي؟ دواء الشواء يعني هذا شعبي. الأجداد كانوا يجيبوا هذا المثل، يقولوا دواء العين النوم، في واحد مريض، واحد تعبان، واحد ينام، ودواء الشواء إيش هو؟ حاجة مثلها القوت يعني الأكل. كيف القوت؟ الغداء. غداء؟ أيوة. لا ما قال هكذا المثل، لازم تكمل. عندكم معرفة بالمثل؟ مثل شعبي يقول دواء العين النوم ودواء الشواء إيش هو؟ الشواء طبعا معروفة بالحضرمية، إيش الشواء؟ البطن. ايش دواء الشواء؟ حد عنده معرفه منك؟ دواء الشواء الصبر. ايش هو؟ العسل. ايش؟ عسل. العسل. لا مسبعات. ايش من مسبعات؟ دواء الشواء. ايش هو؟ مسبعات. لا نريد حسب المثل الشعبي الحضرمي. الاجداد زمان يقولوا دواء العين النوم ودواء الشواء ايش هو؟ كذا حاجة. والله ما عندي علم. ما بدأ سمعت هذا المثل؟ لا والله. ما عندك أجداد؟ لا ما لا مش ما عندي أجداد، ما سمعت المثل هذا. هذا مثل يقوله أجداد، بس ركز معي، هي كلمة. الأجداد يقولوا دواء العين النوم، واحد تعبان مريض زحفان ينام ويتباخر، ودواء الشواء حاجة معينة، ايش هي؟ والله ما عندي فكرة صراحة. وهذا بسيط. منكم خمسة ما حد بيجوب؟ والله الله أعلم. دواء إيش؟ بسيط جدا. عندك القوت. ليش؟ إيش من قوت؟ ما زلنا طبعا نبحث عن هذه الأسئلة. مجموعة ما شاء الله من الأجداد المتواجدين هنا في هذه. كيف حالكم؟ الحمد لله. كل عام وأنتم بخير. حياكم الله. طيبين ما شاء الله. يعني مقهى معروف مشهور. نعم، مقهى أسوان. أسوان هنا طبعا في المكلا. معنا سؤال في إطار الموسوعة الشعبية الحضرمية، موسوعة حضرموت مليئة بالكلمات والأمثال والأقوال. هذا مثل شعبي. مثل شعبي يقول الأجداد طبعا زمان وقديم، طبعا اللي يجوب نعطي له الجائزة. وسؤال سهل، الأجداد قديما في أمثال الشعبية يقولون دواء العين النوم، صح؟ هذا مثل يقول دواء العين النوم ودواء الشواء إيش هو؟ كذا كذا كذا. دواء الشواء. إيش دواء الشواء؟ لا كلام. أكل يعني توكل كثير. نعم. لا دواء العين النوم يعني أي واحد كذا، يعني الأجداد كان عندهم حكم في كلماتهم، يعني مثلا تعبان مرهق عيونك تنام، تصحى ما شاء الله بنشاط وهمة. ما أدري هل يعني العاقل عنده الخبر. العاقل عنده الخبر. وأنت؟ أنا عندي الراحة. طيب بس مثل بسيط ولا لا؟ بس بسيطة. دواء العين النوم ودواء الشواء الراحة. الراحة إيش من راحة؟ أنا شوف أنت يا أستاذ كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. مرحبا. كل عام وانت طيب يا ما شاء الله طيب. سؤال بسيط ومثل هو شعبي. أيوه. اذا عندك في الامثال اكيد بتجيب عليه. السؤال يقول الامثال
الأجداد يقولوا دواء العين النوم ودواء الشواء الصوم. وإجابة صحيحة ما شاء الله عندك. أيوة ها عندك ما شاء الله خبرة. عندنا خبرة نحن عم. الصوم 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 ذاته أصله طهارة للجسم كله، طهارة للجسم. إذا بوت الدواء الداء الدواء هذا الدواء يعني الصوم. الصوم ما شاء الله إجابة مش إجابة بس، وشرح أيضا مش شرح بس، مستوفى الشروط. إجابة صحيحة. الأجداد ما شاء الله كانوا أصحاب حكم وأقوال، يقولوا دواء العين النوم ودواء الشواء الصوم. الصوم طبعا هذا المثال على وزنية وقافية أيضا واحدة، وأيضا على مدلول عميق. حتى الدين والقرآن يحثنا على الصوم. صوم صح. وإجابة صحيحة تتوافق مع الدين وأيضا تتوافق مع الأجداد. وعشرة ألف ريال هنا في من أمام مقهى أسوان في المكلا. صح أيوة هذا المكلا. هذا حي السلام. حي السلام من حي السلام. من حي السلام كان قديما هذا برا على السد، لكن الآن الوقت الحاضر اسمه حي السلام. حي يعني زمان سمونه خارج السد. خارج برا على السد، لكن الآن حي السلام. حي السلام. من حي السلام وأمام مقهى أسوان الشهير في حي السلام بالمكلا 10,000 ريال للأستاذ والوالد من عبد الله عثمان باجبير عبدهود يعني. عبد الله عثمان باجبير عبدهود. باجبير باجبير عبدهود. 10,000 ريال من شركة بترو مسيرة. اسمع له تحية أقوى. باقي ما شاء الله يا أستاذ. وباقي أيضا هذه الهدية من شركة بترو مسيلة، وألف مبروك عليك. واسمع له تحية أقوى. ما شاء الله. لحظة ما شاء الله يشجعونك كثير. أيوة أيوة لحظة ما شاء الله الوالد له شعبية كبيرة. أيوة أيوة أكثر من 52 سنة أنا في هذا. ما شاء الله 52 عام أنا في حي هذا مقهى. ما شاء الله له 52 سنة في مقهى أسوان. أسوان ما شاء الله تستحق وتستاهل، وهذا قليل في حقك. في حقك الحمد لله. عامك طيب إن شاء الله. آمين إن شاء الله. حياك الله وشخصية معروفة شهيرة وألف مبروك. ألف مبروك لكم إن شاء الله. ما شاء الله. لحظة 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 لحظة. طيب ما شاء الله شكلها بتكون عشوة على مستوى. إن شاء الله إن شاء الله نقول كذا. ليش بسوي لهم عشوة ولا؟ والله كل خير يا علي من أبناء أبناء حي السلام. ما شاء الله كريم معكم في العشوات. يعني عشوة مضمون. عشوة عشوة مضمون إن شاء الله. يا يلا. معنا سؤال وزن. طبعا هو هذا سؤال تصاعدي، تجيب عليه أو مع الأختين مع بعض ممكن تصلوا معي 30,000. سؤالنا يقول، بس نركز في السؤال، سؤال تصاعدي لثلاثين ألف. السؤال يقول ما هي ناسا؟ ناسا عن المجتمع. ناس لا ناسا أمريكية. قلت والله وكالة فضائية أمريكية. إيش هي أمريكية؟ إيش هي أمريكية؟ وكالة فضائية أمريكية. إيش هي وكالة فضائية أمريكية؟ متأكدة؟ وكالة فضائية ناسا. أيوة وكالة أمريكية فضائية. إيش درستوا ولا كذا؟ لا من عقلنا. عقلكم يعني هل سمعتوه من قبل في التلفزيون؟ لا ما سمعنا. اذا قالت ناسا وكالة فضاء. ايش فضائية امريكية. امريكية ولا عربية؟ امريكية. امريكية واجابة صحيحة. ناسا هي هكذا تسمى وكالة الفضاء الامريكية، يطلق عليها ناسا اختصارا ناسا. وهنا طبعا مبدئيا من الاخوات ام من او اخت من ومن فين؟ من باجع عمان. من هنا من باجع عمان كلكم 10,000 اخواته 10,000 ريال بين الأختين. ما شاء الله عندهم ثقافة في المعلومات العامة. بس لحظة إيش رأيكم هل تواصلوا معنا؟ ممكن تصلوا 30,000. تواصلوا إن شاء الله. تواصلوا معاكم وسيلتين مساعدة، إما إذا كان معاكم تليفون ممكن تتصلي بحد من الأساتذة من صاحباتك من أهلك إذا معاك تليفون عشان يساعدك، أو ركزوا معنا، أو ممكن تستشيروا حد من الجمهور هنا ممكن تسألوا ويجيب والجائزة لكم، أو الباقي على العقل. 4 أسئلة كل واحد من 5,000. سؤالنا الثاني طبعا كل واحد له دقيقة بس ركزوا الآن معانا. من حي باجع عمان السؤال الثاني يقول هناك طبعا هذه ناسا قلنا وكالة كما قلتين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، هناك مجموعة وكالات سواء فضائية أو إعلامية أو سياسية. نسأل عن وكالة، ركزوا بس معي، ماذا تسمى وكالة الأنباء السعودية؟ لها اسم مختصر كذا يسمى ايش؟ وكالة الانباء السعودية. ايش تسمى؟ كل اسم انا اقرب لك هنا. كل اسم حرف من هذه الكلمة. ايش تسمى؟ ايش تسمى؟ وكالة الانباء السعودية ايش تسمى؟ اختصارا لها. معاك دقيقة الوقت يا حام، طلع لنا الوقت الان، طلع الوقت عشان نشوفه. الاولى تشل. ها؟ الحروف الاولى. ايوه.
اذا ركزت زين عشان سهل الاخوات، بتختصر من كل اسم من اللي ذكر حرف الاول. وكاله الانباء السعوديه واو السين. بس ايش تنطق؟ وان. وانس. واس. واس. قالت واس. متاكده واس. واس هي وكاله الانباء السعوديه، واجابه صحيحه. وخمسة ألف ريال، اسمع لهم تحيه، اسمع لهم تحيه الاخوات هنا، اسمع لهم تحيه ما شاء الله. وهذه 5000 ريال اضافيه، ويصبح في رصيد الاختين من حي بجعمان 15000 ريال من شركه بترو مسيله. تصعدوا معنا الى السؤال الخامس، باقي السؤال الثالث الان، ركزوا بس دقيقه. سؤال وهذا سهل، ماذا تسمى وكاله الانباء اليمنيه؟ لا لا، وكاله الانباء اليمنيه نسمع في الاخبار، قالت وكاله الانباء اليمنيه كذا، ايش اسمها؟ جمهور ممكن جمهور ولا اتصال؟ الجمهور. أه؟ الجمهور. الجمهور ماذا تسمى؟ ادخلي عندها سبا. بس ركزوا، وكالة الأنباء اليمنية ماذا تسمى؟ سبا. ممكن حد بيساعدها؟ الجائزة لها سبا. تعالوا الأخوات كذا ممكن سبا. سبا نثبت عليها. أيوه. الجمهور قال لأختين وكالة الأنباء اليمنية سبا، هكذا تجي في الأخبار. تابع الأخبار. قالوا الجمهور قال سبا، والإجابة صحيحة. وخمسة ألف ريال إضافية، اسمع لنا تحية أيضا جمهور، 5000 إضافية من بترو مسيلة، ويصبح كم الآن في الرصيد؟ 20 10 و5 و5 20، باقي سؤالين، الجمهور الآن انتهى، خلاص الجمهور إذا تكلم يلغى، الآن الجمهور ممنوع يتكلم، إذا تكلم نلغي. إما معاك تليفون ممكن تتصل بحد من جهز التليفون إذا بتصلي. السؤال الرابع يقول، السؤال الرابع يقول رويترز أو روترز هذه وكالة أنباء، بس إيش مقرها؟ فين توجد؟ هذه موجودة أيضا تجي في الأخبار، روترز أو رويترز. روترز لا، ليست عربية، عالمية، بس فين مقرها؟ الأخبار، شوفي الوقت الآن يمضي طبعا، شوفي الوقت صح؟ دقيقة بس واحد. الجمهور خلاص ممنوع يتكلم الجمهور. رويترز مي عربي، مش عربي، لكن فين مقرها في العالم؟ في مدينة؟ لندن. أه؟ لندن. قلت إيش؟ لندن. أنت قلت لندن، ثبت عليها معاك الوقت. لندن. أه؟ لندن. ثبت إن شاء الله. لندن. قالت لندن. رويترز هي وكالة أنباء، تعتبر من أقدم وكالات الأنباء تأسيسا في الأخبار، تنقل الأخبار وتنقل عنها أيضا مجموعة من القنوات. نثبت، قالت في لندن، والإجابة صحيحة. وخمسة ألف ريال إضافية، اسمع لهم تحية، يصبح في رصيد الأختين ما شاء الله. يبدو أن المعلومات عندك، المعلومات تصبح الآن كم؟ جامعيين في جامعة. في الجامعة ما شاء الله، هي في الجامعة الآن. 25000 ريال، باقي السؤال الأخير، معك اتصال فقط، ممنوع الجمهور يا جمهور. السؤال الخامس، السؤال الخامس يقول ركزي معي، ما هي وكالة الأناضول، وكالة أنباء، أين مقرها؟ الجمهور ممنوع، الوقت الآن يحسب عليك يا أخي. الأناضول. اتصل هي. الجمهور. لا تتكلم عشان ما تحرم الأختين. ماشي معي الرصيد. في إيش من دولة؟ الأناضول. جاي من كوش. يلا. الأناضول وكالة أنباء، فين مقرها؟ أو من أي دولة هي؟ الأناضول. سوريا. ثبت على إيش؟ سوريا. سوريا. قالت سوريا. وانت سوريا ثبت؟ ما بتصلي بالاتصال؟ لا ماشي معي رصيد. ماشي رصيد. قالت واثنتين مع بعض، قالت الأناضول وكالة أنباء سورية، قلتي ولا سوريا؟ قالت سوريا، والإجابة خاطئة. ليش قلت؟ الإجابة للأسف خاطئة، والصحيح الأناضول هي وكالة الأنباء التركية. تركيا معروفة الأناضول في تركيا وما حواليها، للأسف إجابة خطأ. فقط نصل في الرصيد عند الأختين كم؟ 25. 25 ألف ريال من بترو مسيلة، وألف مبروك عليك. اسمعنا تحية جمهور، اسمعنا تحية أقوى من حيبة جعمان، وأيضا لكن هذه الهدية إضافة إلى هذه الهدية أيضا لكن من شركة بترو مسيلة الراعي لبرنامج الميدان في هذا السؤال التصاعدي، وألف مبروك عليك. مبروك عليك، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم مشاهدينا، تسوقوا الحساب علينا في حلقة جديدة من الميدان في عامه الثاني، اليوم أيضا من المكلا
وهذه الفقرة اليوم تأتي برعاية هايبر المستهلك لمجموعة كردوس التجارية في مدينة المكلا. نسأل في هذا السؤال معنا أيضا لغز، نسأل عن إجابة له مباشرة، نطرح السؤال الذكي على الإخوة هنا المتسوقين ونبحث ما شاء الله مجموعة من الأهالي الموجودين. كيف حالك؟ الحمد لله الله يعطيك. طيب عساك؟ والله الحمد لله. نسأل عن شيء، ما أدري أنت كيفك مع البطولات وكذا؟ والله شبه يعني. طيب حصلت عليه السعودية 4 مرات، بس ركز، ما أدري أنت كيف حصلت عليه السعودية 4 مرات، وحصلت عليه اليمن 3 مرات، وحصلت عليه قطر مرتان، وحصلت عليه عمان مرة واحدة، بينما مصر لم تحصل عليه. هذا إذا كنت مركز في هذه البطولات. السؤال رياضي يعني؟ والله كأس الخليج. كأس الخليج عام كم؟ عام كم؟ لا خل. 96 حصلت الإمارات. 96 حصلت الإمارات. إيش هذا؟ سؤال بسيط ولا سهل؟ يعني في الرياضة. في الرياضة. المهم في ما حواليها. نقط. 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 بس ركزي معي. تقول مع بعض ولا إيش؟ لا لا نبدي بس. طيب إيش هو وتشرحي لي؟ النقط اللي في الحروف. النقط اللي في الحروف. بس لا تشرحي لي حبة حبة. أنا قلت السعودية 4 مرات. الشباب ممكن يعرفوا أكثر. وحصلت عليه اليمن 3 مرات، وحصلت عليه قطر مرتان، وحصلت عليه قطر مرتان، وعمان مرة، ومصر لم تحصل. إيش؟ النقط. السعودية 4. السعودية 4. وين النقط؟ 4 نقاط في الياء والها. في الياء والها. والتاء الها أو التاء المربوط. التاء المربوط. واليمن 3 مرات. في الياء والنون. الياء والنون. النون. وحصلت عليه قطر مرتان. فين في قطر؟ في القاف. كم نقاط في القاف؟ 2. أكيد. قطر مرتان في حرف القاف، وحصلت عليه اليمن، حصلت عليه عمان مرة واحدة. في النون. في نون عمان. عمان. ومصر لم تحصل عليه أبداً. ماشي فيها. مصر ماشي فيها. ماشي فيها نقطة. لا ماشي نقطة فيها. ماشي نقطة. أكيد. أيوة. ما شاء الله هذه يبدو أن الأخت أكثر ذكاءً وإجابة صحيحة ونموذجية. طب الشباب يعني يقولوا كأس الخليج. لا لا النقاط. النقاط في هذه الأحرف. طبعا النقاط هي السعودية 4، بينما اليمن 3، وقطر مرتان، وعمان مرة واحدة، ومصر لا توجد فيها نقاط. وإجابة صحيحة ونموذجية وتفصيلية. ما شاء الله. من أخت أم من أو أخت من أو أم ريان. طيب الآن طبعا إما تسوقت ولا عاد؟ لا أنا تسوقت. طيب إذا ما تسوقت الآن عليكم خيارين فقط، إما تختاروا معنا ظروف مالية، ظروف فيها كما قلنا 50 ظرف من الألف إلى 50، طبعا كثير الآن، نحن الآن في أواخر البرنامج، كثير من الظروف تم اختيارها، ظروف ومبالغ، فأنتوا تختاروا من هالظروف المالية أو سلة مخفية. نختار سلة مخفية. نختار سلة مخفية. ما ظروف، ما السلة خلاص كلها محجوزة وجاهزة، مخفية الله أعلم إيش فيها، حاجة قليل كثير جاهزة تشلوها فقط، لكن الظروف مبالغ، تتسوقوا أنتوا على ما تريدوا. لا إن شاء الله السلة. كل طبعا سواء الظروف المالية أو السلة هي مقدمة من هايبر المستهلك لمجموعة كردوس التجارية، ونحن الآن وسط أيضا هذا الهايبر. إيش تثبتوا عليه؟ سلة إن شاء الله. سلة. أيوة. تقنعوا بكل ما فيها. إن شاء الله. حتى ما تريدوه. إن شاء الله. حتى لو كان قليل. عادي. إذن السلة المخفية وما تخفيه السلة المخفية من هايبر المستهلك. نشوف السلة، طبعا هذه السلة الآن جاهزة هنا، وأنتوا تختاروا فيها أو يعني تتبضعوا بكل ما فيها. إذن نقول كم توقعوا فيها؟ والله اللي مكتوب من ربنا. حتى 3000. اللي مكتوب من ربنا. المكتوب. اللي مكتوب. المكتوب، هذا هو المكتوب هنا من هايبر المستهلك، سلة غذائية بقيمة 30,000 ريال. اسمع لهم تحية، 30,000 ريال للأخت.
أم ريان هنا. طبعا هذه طبعا كل موجود ما فيها الآن، مجموعة أرز ودقيق ومجموعة شرابات وسكر، طبعا بكل ما أنتوا تختاروا الماركات اللي تريدوها. تمام، تختاروا الماركات اللي تريدوها بنفس القيمة. الآن هذه نقول ألف مبروك للأخوات، هذه السلة الغذائية من هايبر المستهلك. مبروك عليكم وإجابة صحيحة وموفقة، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنتم بخير إن شاء الله. تعرف بس على اسمك الكريم. من؟ عوض مبارك بسبعة. من؟ عوض مبارك بسبعة. ما شاء الله، من حي الشهيد. أكيد من حي الشهيد. محافظ على ال. أكيد. إيش سموها عندكم هذه العادة؟ هاي نسويها نحن، مسميها عندنا مطبل. المطبل. ما تسموها الطاسة مثل ال. لا نسميها مطبل. طيب تتكون من إيش عندكم وإيش في الساحل؟ كيف؟ يعني إيش أدواتها؟ هذا الهاير. هذا هاير ومرواس. والمرواس هذا. بعدين في الشامية نستخدم 2 هايرات و2 مراويس. متى تستخدموا الشامية؟ الشامية نستخدمها في آخر يومين في رمضان، يعني إذا كان رمضان بيخري 30 نستخدمها 28 و29. في المساء ولا العصر؟ العصر. والمساء؟ مساء مطبل. تبقى مطبل بس. مطبل بس. العصر إيش تسوون؟ شامية. نختم الأطفال ونودع. طيب ممكن تسمعنا هزوجة للختام، كيف تسووا في الختام؟ توديع. توديع كيف؟ مع الصوت. طيب. ودع يا رمضان في وداعت الله يا رمضان، ودع يا رمضان وعد علينا والحاضرين على حسن حالك وعمر الزمان، ودع يا رمضان، ودع يا رمضان، ويا شهر رمضان كن شافعي شهر رمضان الفضيل بهذه الأهازيج الشعبية وعلى هذه الكلمات التي يودعون من خلالها شهر رمضان الكريم. نحن أيضا ما شاء الله كلمات جميلة يعطيك العافية وحلوة يعطيك العافية وصوت وحنجرة ممتاز وانت الحلو ما شاء الله. إذا نحن أيضا في برنامج الميدان ونحن أيضا نتجول، وجدناكم في هذا المساء الآن ما شاء الله قرب الفلاح الآن. أكيد يعني تنبه الناس وتقلل الفلاح. أكيد. أو السحور. السحور سمونه فلاح. حور الفلاح تقول فلاح هم كل حد. إذا من شركة أيضا بترو مسيلة الراعي لبرنامج الميدان نقدم هذا الإخوة، اسمه قلت لي عوض مبارك بسبعة. عوض بسبعة و محفوظ بمان بن مهر مساعدة بمانا ما شاء الله مساعدك. نقدم لهم أيضا هذه الهدايا من شركة بترو مسيلة الراعي لبرنامج الميدان. كل عام وأنتم بخير، كل عام طيبين. وأيضا هنا أخينا، هذه أيضا هدية رمضانية من شركة بترو مسيلة. كل عام طيبين، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى ميدان الطفولة، اليوم في ميدان طفولي منوع مسائي هنا مع مساء المكلا الجميل. اليوم في مدينة المكلا بمتسابقين جدد وأيضا متسابقين ومتسابقات، هنا فريقين. نرى ونتابع من سيكون معنا فائزا وبطلا لأبطال الميدان من الأطفال. طبعا كالمعتاد معنا فريقين، الفريق الأول وهو الفريق الأزرق إن شاء الله. الفريق الثاني من هو الأقوى؟ الفريق الثاني هنا وهو الفريق الأحمر. الأمورات وهنا الأبطال. نتابع أيضا معانا هناك جولات سباق، أولا نتعرف على المتسابقين في هذه اللعبة من المكلة، نتعرف عليهم واحد واحد. اسمك والجمهور يعطي لهم تحية. اسمك أحمد مروان الخلاقي. اسمع له تحية. والثاني محمد علي بحجوان. اسمع له تحية. والثالث صالح عبد الله الديباني. أهلا صالح. والرابع محسن أحمد الحوتري. اسمع تحية أقوى للفريق الأزرق. بينما أيضا معنا هنا الفريق الأحمر أمورات، أكيد المشاهدات من النساء من الأمات أكيد الآن يتابعن ويشجعن الفريق الأحمر. نتعرف على الفريق الأحمر. ليلى عبد القادر الشيخ وبكر. اسمع لها تحية ليلى. والثاني رقية محمد بحسين. رقية بحسين اسمع لها تحية رقية. فاطمة أحمد بحمد. فاطمة أحمد بحمد سمعت جمهور وين تحية. والرابعة نعمة أحمد الأرضي. نعمة الأرضي تحية أقوى للفريق الأحمر. طيب الجمهور المتسابقون، الجمهور هنا والمشاهدون. طريقة اللعبة الآن معنا هذه ايش تسموها هذه؟
دائرة ولا صحون ولا وعاء؟ الدوائر البيضاء هنا هي عبارة عن ألواح دائرية، ركز معي يا أزرق. الطريقة كالمعتاد طبعا ينطلق المتسابق هنا متسابقة من الأمراض الأحمر وأيضا من الأولاد، يتسابقون فيما بينهم. طبعا قبل اللعبة ينطلق كل واحد ومعه الكرة من هنا، يأخذ كرة من هنا إما حمراء أو زرقاء، ينطلق يحافظ عليها في هذا، ينطلق ويحافظ عليها في هذا اللوح وصولا إلى هناك خط النهاية. واضح اللعبة؟ واضح. نعم واضحة. أيضا معنا هنا مراقبين، حكام الخطوط اللي هم أيضا يحاولوا أيضا يركزوا على النتيجة. هذه الأمورة اسمك من؟ سحر الحامدي. صوتك سحر الحامدي. سحر الحامدي، الحامدي سحر من هنا، ومراقب الخطوط الآخر أيضا من هنا. البطل هذا اسمك؟ محمد هاشم الجفري. محمد هاشم. محمد هاشم الجفري، ما شاء الله في إصابة، إيش فيك؟ حادث. حادث، طيب إن شاء الله ما تشوف شر ويكون أيضا معنا، بس راقب الآن هنا تمام من الفريق الأزرق. خلاص جاهزين يا أزرق؟ جاهزين؟ أيوة. صوت أعلى، جاهزين؟ أيوة. الأحمر جاهزين؟ أيوة. أقوى منكم. يلا الجولة الأولى الآن، طبعا الجولة الأولى طبعا بتكون هكذا مباشرة، الجولة الثانية ستكون بالبالونات في الأرجل. يلا جاهزين نشوف من هو الأسرع والحكام هناك، سعيد وحامد والخطوط. يلا ليلى أحمد، يلا جمهور نحسب الثلاثة وتنطلق. واحد اثنين ثلاثة. يلا حاولي تنطلقي، أيوة تحاول حاول، إذا طاحت الكرة يرجع من جديد. اسمع تحية، من الأسرع في الجولة الأولى حتى الآن؟ ترجع مباشرة، اسمع تحية الفريق الأحمر، فازت طبعا ليلى. الثانية الآن، الآن حتى الآن النتيجة كم؟ هنا الثاني، من الثاني؟ الثاني الثاني. يلا من اسمه؟ محمد. وهنا رقي. يلا محمد ورقي حتى الآن يا 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 جمهور، الآن 3-0 للفريق الأحمر. رقي ومحمد، يلا نحسب للثلاثة جمهور. واحد يلا من الأسرع؟ أيوة تحافظ على الكرة، تحافظ على الكرة. من الأسرع؟ من الأسرع؟ الأسرع على السريع، من هو الأسرع؟ الأزرق. 3-3. اسمع تحية جمهور. الآن معنا هنا صالح عبد الله الجبل. صالح. وهنا فاطمة. صالح وفاطمة، يلا استعدوا. لحظة نحسب للثلاثة جمهور. واحد ثلاثة، يلا بسرعة. صالح وهنا فاطمة، الأسرع 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 من؟ صالح. اسمع له التحية صالح. طبعا هذه الآن جولة سباق. الرابعة الآن هنا، من الرابعة؟ الرابعة من؟ نعمة. نعمة. وهنا الرابع محسن. نعمة ومحسن مشتركون في حرف الميم، من يسبق أول؟ النتيجة حتى الآن كم؟ 6-3. يلا نعمة محسن، نحسب لثلاثة للجمهور. واحد اثنين ثلاثة. يلا حط الكرة وانطلق أنك يا محسن. محسن انتبه بطنك بس، ابعد، عيدها 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 عيدها، ارجع عيدي يا 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 نعمة. نعمة عيدي، عيدي من خط البداية، انطلق انطلق يا نعمة، ارجعي ارجعي من هنا، انطلقي على السريع. يلا نعمة بسرعة بسرعة، تحافظ يدك يدك بسرعة بسرعة، لا اليد. فاز معنا الفريق الأزرق، اسمع له التحية. لحظة الآن، لحظة النتيجة الآن كم؟ 9-3. الآن معنا جولة أخرى، طريقة أخرى مع جولات سباق، 4 أيضا جولات حتى الآن، 9-3 للفريق الأزرق. الآن جولة السباق مع الكرة وأيضا مع تفجير البالونات بالرجل قبل الوصول إلى خط النهاية، تمام. الآن معنا ليلى وأحمد، يلا جمهور نحسب. 1-2-3. يلا البالونة، حاول تقرح البالونة، تفجر البالونة قبل ما توصلي، قبل، أيوة لا تحط الكرة، أيوة ممتاز، ارجع ارجع، أيوة واصل 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 من مكانك، تواصلي الكرة، لا الكرة لا تمسك الكرة باليد. الحكم الآن يراقب، من يمسك الكرة الآن باليد 0. ليلى مسكت الكرة باليد، وبالتالي في هذه الجولة حامد فاز فيها الفريق الأزرق، اسمع له تحية. ليلى مسكتي الكرة باليد، ممنوع تمسك الكرة باليد، خسرت ليلى لأنها مسكت الكرة باليد، بينما فاز أحمد وإن كان متأخرا. الآن هنا محمد، يلا محمد و رقية ليمسك الكرة باليد 0. يلا بسم الله، 1-2-3. يلا تنطلق الكرة، الكرة أيوة تحافظ على الكرة، ممتازة، واصل واصل واصل، ممتاز، واصل 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 على السريع، من الأسرع؟ من
الفريق الأحمر، اسمع له التحية للفريق الأحمر. 12 مقابل 6، 12 مقابل 6. الآن هنا من الفريق الأزرق صالح، صالح، وهنا فاطمة. يلا ركزوا معي، 1 2، يلا 1 2 3، يلا ننطلق على السريع. تحافظ على الكرة، أيوة حافظ على الكرة وتقرح الب... لا حط 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 أول الكرة، حطي الكرة أولا، أول حط الكرة، أيوة واصل، تحطي الكرة، حطي الكرة، واصلي، واصل، واصل مع تفجير البالونة، تفجير البالونة، أيوة ممتازة، واصلي، واصلي. فاز في هذه الجولة الفريق الأزرق، اسمع له التحية. النتيجة حتى الآن 15 مقابل 6. معنا الأخير هنا محسن، محسن، والأخيرة هنا نعمة، نعمة، يلا يلا نعمة ومحسن، أول تنطلق، يلا محسن ونعمة. لحظة، جاهزين محسن؟ جاهز، جاهز، جاهزة. يلا جمهور، آخر الجولات، 1 2 3، يلا تحاولي، أيوة ما مش ب... لا تمسكي باليد، لا تمسكي باليد، لا تمسكي باليد. الكرة لابد تكون في من فاز؟ من فاز؟ الفريق الأحمر، اسمع له التحية. إذن هكذا طبعا ختمنا جميع الجولات، الأربع والأربع، 8 جولات فاز فيها الفريق الأزرق بكم؟ 15 مقابل للفريق الأحمر 9 درجات، وبالتالي يفوز معنا الفريق الأزرق بالبطولة. اسمع له التحية أقوى. إذن البطولة من نصيب الفريق الأزرق، ويحصلون معنا على جائزة البطولة والترتيب الأول، جوائز ومبالغ مالية من شركة بترو مسيلة. اسمع لهم تحية، وهذه الجوائز نقدمها. اسمع لهم تحية أقوى. مبروك لكل الفائزين معنا من الفريق الأزرق هنا المشاركين، اسمع لهم تحية جمهور، استاهلون. بينما الفريق الأحمر قدم أداء طيب، وخصوصا أول ما بدأت ليلى والمتسابقات وهناك، لكن طبعا فازوا ب9 درجات والمركز الثاني. اسمع لهم تحية جمهور، وهذه جوائز مالية أيضا من شركة بترو مسيلة الراعي لبرنامج الميدان. مبروك لكل المتسابقات الأمورات والزهرات المشاركات هنا معنا في الميدان ومن مدينة المكلا. باقي أيضا معنا تكريم الطاقم التحكيمي هنا معنا الأمور. تفضلي معنا، جيب لها جائزة يا سعيد. الأمورة هذه اللي كانت معنا حكم، من اللي فاز؟ الأزرق. الأزرق، اسمع لها تحية، وهذه جائزتها، تعالي هنا، هذه أمورة، أمورة. وأيضا هنا معنا اسمع له تحية الحكم، اسمع له تحية أيضا، اسمع له تحية. ما شاء الله، من اللي فاز؟ الأزرق. بكم درجات؟ 15 15 مقابل هنا كم؟ 9. اسمع له تحية أيضا، وهنا هذه جوائز أيضا من بترو مسيلة. مبروك عليك، كل عام وانت طيب وانت بخير. جمهور اسمع أقوى تحية لكل المشاركين معنا، تفضل تفضل. إذا نصل وإياكم إلى ختام ميدان الطفولة من مدينة المكلا في ليلها الرمضاني الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بهذه الأهازيج الشعبية وهذه الكلمات الشعبية التي من خلالها يودعون شهر رمضان الكريم، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من الميدان. كل عام وأنتم بألف خير، نودعكم بهذه الأهازيج على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في ميدان آخر قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.